السلام عليكم. اليوم نروح نشوف المشروع تاع ربط مدينة البيض بمدينة مشرية على مسافة على امتداد مسافة 130 كيلومتر وبسرعة قطار تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة. وللعلم أن هذا الخط يشمل 3 محطات، محطتين للمسافرين في كل من البيض وبلدية تسلمون، ومحطة أخرى بالبيض للبضائع. والمشروع هذا يندرج ضمن الخط الثاني للهضاب العليا الممتد ما بين المشرية غربا إلى المسيلة شرقا، مرورا بكل من البيض وأفل والجلفة وبوسعادة. إذا هذا هو المشروع وهذه حالة الأشغال، راهي مازالها متواصلة. أترككم مع نهاية الفيديو والسلام عليكم.